مرحبا واهلا وسهلا بكل الاصدقاء يلي بيتابعونا اسبوعيا من خلال برنامج اسرار الفلك على يوتيوب السومريه. بدي احكي عن الاسبوع يلي بيبدا سبت 1 تشرين الاول اكتوبر وبينتهي جمعه 7 تشرين الاول اكتوبر. اذا عندكم اي تعليق او اقتراح او عندكم مواضيع حابين انه احكي عنها فيكم تتركوا بالتعليقات اسئلتكم. ولكل يلي حابب يعرف احداث ومعلومات فلكيه شهريه اسبوعيه او يوميه بتقدروا تشتركوا بالاس ام اس او تتصلوا فينا على الارقام الوردي باسفل الفيديو. رجاء انتم عم تشوفوا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر تحت واضغطوا على جرس كمان. والبداية أكيد مع مولود الحمل يلي رح يفتتح الأسبوع ويفتتح الشهر بطريقة ممتازة بحيث بتنشط عمليات البيع والشراء وبينطلق ببدايات جديدة بتتناغم مع أهدافك وطموحاتك وبيحمل لك المفاجآت الحلوة والانسجام والتفاهم من حولك. بتتمتع بحضور مميز وبتستعيد نفوذك وسيطرتك على الأمور ورح تدخل بمرحلة من التحرر والانطلاق نحو خيارات جديدة تحت تأثير القمر من برج القوس يومي السبت والأحد، يعني من بيت الشغل بيت الاهتمامات، وبشير لأيام مميزة من الإشراق والنجاح وبلوغ الأهداف. لكن ممكن تكتر الانشغالات وبتقلق بسبب تزامن المسؤوليات يومي الاثنين والثلاثة مع انتقال الأمر لبرج الجدي، حتى يكون عندنا مربع فلكي مع الشمس من برج خصمك اللي هو الميزان بمعاكسة مع برجك. مشان هيك عليك عزيزي الحمل أنك تنسق وجباتك كتير منيح وما تهمل أوضاعك الصحية. في هالأيام فيها ضغوطات كتيرة بتسبب لك تعب مسؤوليات، حاول أنك تخفف من مزاجيتك. لكن بالرغم من كل هالصعوبات رح تختفي الأعباء وبتدخل بمرحلة مهمة الأربعاء والخميس، لحظة وصول القمر لبرج الدلو يلي بشكل مثلث فلكي هوائي مع الشمس من الميزان، وبتكون فترة جيدة وواعدة بالإيجابيات على كافة الأصعدة. سفر، عودة من سفر، نجاح أكاديمي وارتياح للطالب، بتتلون حياتك بالسعادة والمكاسب المعنوية والمالية. هالأمر بخليك تنعم بفترة مميزة من البحبوحة والإشراق والنجاح وبلوغ الأهداف والمكاسب الكبيرة عن طريق سفر أو تجارة مع الغرباء. من جديد بتتبدل الغيوم وبتتبدل الأمور مع نهار الجمعة، بتختم الأسبوع بطريقة متقلبة مع وصول الأمر لبرج الحوت. مشان هيك حاول أنك تضبط نفسك أكثر عن الخلافات والجدالات وتكون حريص على حقوقك وتدقق بالتفاصيل. عاطفيا رح يسمح لك كوكب الحب من برج العذراء بتسوية أمر عاطفي أو خلاف عاطفي بيزودك بالشجاعة حتى تتقدم بمبادرة للمصالحة والفرح والسعادة. مرحلة مناسبة جدا لإعادة اللحمة والانسجام للعلاقة، ورح تكون بأفضل حالاتك مستفيد من الأجواء الرومانسية والتغيرات اللي بتدعم خطواتك وبتخلي من قراراتك العاطفية مدخل للسعادة. أما العازب ممكن يحمل لك الحبيب مفاجأة سارة أو خبر سعيد بيتعلق بخطوبة أو استقرار رسمي أو جدي. الثور عنده أسبوع جيد جدا ومهم جدا جدا، بيسعد خلاله بأجواء اجتماعية مناسبة بتنور طريقه وبتحقق له الراحة وبتخفي من قدامه الضغوطات المهنية والشخصية، وبترجع يستعيد الثقة من حاله مع وجود القمر ببرج القوس نهار السبت والأحد. بيتنفس الصعداء وبيفرح بالفرص الحلوة يلي مليانة بالمحبة والتودد، وبينجح بالمفاوضات وبيحقق أعماله، وأعماله رح تكون متقدمة واضحة من أقوى أيام الأسبوع وأجملها بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة حتى تتابع أعمالك، وبتكون فترة واعدة بالفرح والانفراج والسعادة والتشويق. كمان تتابع الحظوظ مع وصول القمر لبرج الجدي الترابي يومي الاثنين والثلاثة يلي ببشر بانطلاقة مهمة وواعدة بتحمل لك مكاسب أوضاع مناسبة جدا، وبتكون قدراتك الفكرية أكثر قوة وفعالية، وبيوعدك بأوقات اجتماعية جيدة ومناسبات سعيدة بتخليك تكون حماسة كتير، عندك نشاط أكثر، دعم من كل المعطيات المتوفرة، فرصة ممتازة بتخليك تدافع عن مصالحك بجرأة وتتلقى أجوبة أو نتيجة لتساؤلاتك. تتبدل المعطيات مع انتقال الأمر للدلو الأربعاء والخميس، يومين صعبين بسببه أجواء مزعجة تقيلة مليانة بالمسؤوليات العائلية المهنية الصحية. شو مطلوب منك؟ إنك ترتاح، ولأنك بحاجة بهالفترة للتفاهم حاول إنك تتغلب على الظروف باتخاذ القرارات البناءة والهادية. فترة متقلبة كأنه عاصفة عم بتهب على حياتك وبتشير للإزعاج والتدخل بخصوصياتك. من جديد بتتحسن الأوضاع لحظة وصول الأمر للحوت نهار الجمعة، هالأمر بيعطيك قدرة على التفاعل مع الآخرين بطريقة جيدة جدا وبيقدم لك المساعدات والتعاطف. بالإجمال أسبوع حلو من الأسابيع يلي بتخليك تنظم فيها جدول أعمالك وتهتم أكثر بنوعية عملك ودراستك ملفاتك وحتى تنقلاتك.
عاطفيا بتشعر بالرومانسيه والحنين، بتستعيد الثقه بنفسك وبالمستقبل مع وجود كوكب الحب برج العذراء الترابي الصديق يلي بيحمل لك استقرار بالمشاعر الصادقه، وبكيفك الظروف بمصالحه وتسويه بتخليك تاخذ قرار نهائي وبتحسم امرك. اما العازب بيدعمك كوكب الزهره وبيامن لك منيخ من الرومانسيه والاجواء الايجابيه من مبادلات عاطفيه، كمان بيسهل القدر خروجك من مرحله العزوبيه. الف مبروك. مولود الجوزاء عنده اسبوع مشرق بيوفر له الطاقه الكبيره حتى ينجح وينطلق بمرحله جيده جدا، مرحله هوائيه مزدهره ومثمره على كافه المستويات مع وجود عطارد والشمس بالميزان الصديق، بالاضافه لوجود المريخ يلي عم يتنقل ببرجك حتى اخر السنه، بيعطيك افكار براقه وطاقه كبيره خليك تعيش دوره فلكيه ناجحه واستثنائيه، بتحمل لك المفاجات والايجابيات والحب واللقاءات الغنيه، وبتنفتح قدامك ابواب اجتماعات حلوه وصداقات مصمرة. لكن بدك تنتبه من بداية الأسبوع عنا نقمة توتر قلق خاصة السبت والأحد تحت تأثير الأمر من برج القوس المعاكس لبرجك يلي بيسبب لك بالتهور والتسرع والحوادث، بخليك تدخل بفترة من الاهتمامات الشخصية الحساسة، فترة فيها تقلبات وواجبات عائلية، كمان بتعرضك لبعض التراجع الصحي والمعنوي. بتتحسن الأوضاع ابتداء من نهار الاثنين والثلاثة، بتعيش أيام حلوة مع انتقال الأمر للجدي، فترة فيها تقدم على كافة المستويات، نجاح بيهديك الفلك عمل استثنائي بيساهم بتطوير أعمالك، وبتنطلق بمرحلة جيدة جدا جديدة بمسيرتك المهنية. بتتابع التأثيرات الإيجابية من لحظة وصول القمر لبرج الدلو الأربعاء والخميس، وبيكون عندنا مثلث فلكي هوائي بصب مصلحتك وبيخليك الرابح الأكبر وصاحب الحظ المطلق، بتحقق أمالك وهالأمال بتكون بتتعلق بشؤون مالية أمنيات. بتتحدث التأثيرات الإيجابية عن حظ مفاجئ بيغمرك وبيفتح قدامك فرص استثنائية واعدة حتى تعبر عن ذاتك. بالرغم من كل هالأجواء الحلوة عليك انتباه من نهار الجمعة مع وصول القمر لمواجهة برجك من الحوت يلي بيعاكس تطلعاتك وطموحاتك وبيخليك مشتت الأفكار، بدك تنتبه فقط من نهار الجمعة. عاطفيا كمان بعدك عم تشعر انك عم تغرق بوحل كبير فيه هموم شخصيه وعائليه، حاول انك تخفف من مزاجيتك وحساسيتك المفرطه لانه وجود الزهره ببرج العذراء بعكسك وبخلي المشاكل تتحرك بطريقه سريعه، مشاكل شخصيه اجتماعيه وحتى عاطفيه فيها مشاحنات وخلافات واختلافات بالاراء. في توجهات كمان رح تكون شوي صعبه، حاول انك تشرح وجهه نظرك بهدوء ودبلوماسيه. أما العازب العلاقة المتأرجحة والمتقلبة رح تكون مهددة بالتراجع، ممكن تصطدم شؤونك المالية بأوضاعك العاطفية، هالأمر بعرقل مشروعك الشخصي. مولود السرطان توقع تغيرات إيجابية مع بداية هيدا الشهر العاشر يلي بيحمل لك انعطافات نحو دورة فلكية جديدة مع عودة كوكب الحظ المشتري لبرج الحوت ومع انتقال القمر للقوس السبت والأحد، يعني آن الأوان عزيزي السرطان حتى تفتح أبواب جديدة وأفاق جديدة، لقاءات سعيدة رح استكشاف بحلفك الحظ وبيأمن لك أرباح غير منتظرة، بتوفر لك الاستقرار المالي والتحرر المعنوي، بخليك تسيطر على الأوضاع من جديد وتاخذ قرارات حسنة جديدة بتخدم مخططاتك. بتختفي الحظوظ لحظة وصول القمر للجدي الاثنين والثلاثة، يومين صعبين، في عنا مربع فلكي مع الشمس بمعاكسة من برجك من الميزان، وبتكون الانشغالات كتير بهالايام المليانة بالضغوطات والتغيرات والأوضاع الصحية يلي بتقلق راحتك. تدخل بمرحلة العودة للبيت والاهتمام بالأمور المنزلية الشخصية، الأولاد الأهل، يعني أجواء منا سلسة بتخليك تشعر بالتعب والعجز، حاول أنك تحافظ على سلامتك وتعتمد الوقاية وما ترمي حالك بالمجهول وما تفرض شيء على حدا وترك الأمور على نار هادية. بتتحسن الأمور مع وصول القمر لبرج الدلو الأربعاء والخميس، يومين حلوين فيهم فرحة فيهم احتفال، بتتغير الأمور لصالحك إن كان بالناحية الدراسية المهنية، في أوراق بتتعلق بسفر أو هجرة، يعني مرحلة رائعة فيها مصالحات وأخبار سارة. بيكتمل المشهد الفلكي نهار الجمعة، انتقال القمر للحوت المائي الصديق بيحمل لك معه احتفالات متنوعة، حركة، نشاط، طاقة كبيرة بتخليك تتقدم بشكل إيجابي جدا على الصعيد الشخصي والاجتماعي والعائلي، يوم حافل بالتطورات والمكاسب المهمة والربح.
عاطفيا كمان كتير حلوة الأجواء، فيها تبدلات جديدة، علاقات مميزة، شراكة عاطفية، نجاح. وجود الزهرة بالعذراء بيخلي أو ببشر بالأفضل وبيزيد من سحرك وجاذبيتك. هالأمر بخليك تخطف الأنظار والقلوب وتتصرف بطريقة لينة فيها نعومية ورومانسية كبيرة، بتبرز باحتفالات كتيرة، دعوات أكبر اجتماعية. أما العازب، كل شيء محتمل بهالأسبوع المميز يلي بيشير لجديد بحياتك الشخصية، لتجارب استثنائية ومغامرات غير منتظرة. مولود الأسد، بعدك عم تمشي على خط التعويض والتواصل، إحراز التقدم والنجاحات رح يكون بالنصيبك، رح تكون النجم الأكبر بين الأبراج، مدعومة من الشمس وعطارد من الميزان، الزهرة من العذراء والمريخ من الجوزاء، وكمان ما ننسى المشتري من الحمل، بالإضافة لوجود القمر بالقوس، يعني مبكلة من كل الميلات رح تخليك تكون الأقوى، بتنطلق بكل ثقة مع أفكار واضحة ومشاريع مدروسة، مرحلة مثالية حتى تقدم أطروحة مسابقة جامعية، يعني أفكارك سريعة بحيث بتطوي صفحة وبتبلش مرحلة جديدة فيها حظوظك عم تقوى. كل الحسابات الفلكية بتشير إلى أنه في شيء عم يمشي نحو الأفضل، تنقلات ناجحة، مفاوضات مميزة، وعلاقات مثمرة، ورح تحصل على شهادة تقدير أو تفرح لانفراج. بتتبع الحظوظ مع وصول قمر لجدي، التنين والثلاثة يومين حلوين وقاعدين بكل شيء جديد بتركز عليه رح تحققه، انفراجات، مبادرات، تشعر بالتحرر، تعلن النصر، وبتحقق الأمور الصعبة وأكثر من تطور ملحوظ وسريع، بترتفع المعنويات وبتسيطر من جديد على مجرى الأحداث. لكن بالرغم من كل هالنجاحات والتطورات والمبادرات البناءة، رح تتبدل الظروف لحظة وصول القمر للدلو لمواجهة برجك. الأربعاء والخميس في عنا معاكسة من القدر، مرحلة ثقيلة بالهموم والمزاجية، مرحلة ضعيفة، نوعية وقت باهتي بطيئة ما تطلب المستحيل، حاول إنك تكتفي بالشغل الروتيني. من جديد بتتبدل الظروف مع انتقال الأمر للحوت نهار الجمعة، يلي بيقدم لك فرصة ثمينة وبيزيد من حياتك قيمة مضافة، بتحصل على المزيد من الفرص حتى تتقدم وتربح وتكسب، وبتعيش عطلة أسبوع مميزة رائعة بتسلط الضوء على خصالك الحلوة. عاطفيا أسبوع جيد بتكون فيه على موعد مع الحب والأوقات السعيدة، يعني وجود الزهرة بالبيت الثاني بيت الشهرة والحب بيسهل عليك التعارف والوقوع بالحب من جديد، بيكون قلبك سعيد، عندك حماس كبير بحياتك العائلية، بتوعدك باحتفال كبير أو بمناسبة غير اعتيادية بتخص حدا من أولادك. أما العازب، بتسمح لك التأثيرات الفلكية العاطفية ونوعية الوقت الرومانسية الوقوع بالغرام والمصالحة أو للاحتفال بحدث شخصي. مولود العذراء، أسبوع إيجابي مثمر تحت تأثيرات فلكية مناسبة جدا من البيت الثاني من برج الميزان، شمس عطارد بالإضافة لوجود الزهرة ببرجك يلي بيساعدك وبيحسن أوضاعك العائلية والعاطفية، أورانوس بالثور بيحمل لك الحظ وبيفتح قدامك أبواب السفر بطريقة مفاجئة، بس بدك تنتبه من السبت والأحد. وجود القمر بمعاكسة مع برجك من القوس بيحمل معه مسؤوليات وتطورات ثقيلة على كافة الأصعدة، بتخليك تشعر إنه الأمور عم تمشي على طريق غلط، مشان هيك حذر إنك ما تغلط وتكون صادق مع حالك وما تنتظر نتائج مهمة، حاول إنك تسيطر على انفعالاتك حتى ما تدفع الثمن غالي، كمان تكون معتدل بتصرفاتك. بتتحسن الأمور مع وصول القمر للجدي التراب الصديق، التنين والثلاثة يومين حلوين من بيت الثروات والاستثمارات والمصاريف والمكاسب وحتى الربح المالي والمعنوي، أيام ولا أجمل من هيك، أجواء رائعة بتخليك تقفز للأمام وتسيطر من جديد على الأمور مع وصول القمر كمان للدلو. الأربعاء والخميس يومين حلوين، بتطوي مرحلة، بتبلش فصل تاني، بتسوي كل المسائل العالقة، كمان بتحقق أكثر من نتيجة جيدة، فترة حلوة بتكسب وبتربح، كمان بتحصل على أخبار جيدة جدا، بترتاح وبكل الأمور عم تمشي لصالحك، نشاطات مهمة، طلتك حلوة، أسلوب جيد، جدارة بكفاءة على كافة الأصعدة، انطلاقة جديدة بشغلك وبحياتك الشخصية. لكن بدك تنتبه نهار الجمعة في تناقضات مزاجية، معاكسات وتقلبات، انتقال القمر لمعاكسة برجك من الحوت بيخليك تشعر بالارتباك والمسؤوليات الكتيرة. أما باختصار في عنا أسبوع رائع حلو كتير، بس انتبه من نهار الجمعة. عاطفيا، تفاؤل، حب مميز، فرص دافية مطمئنة تحت تأثير كوكب الزهرة يلي عم يتنقل ببرجك، بخليك تعيش أفراح ومناسبات اجتماعية لطيفة، مسائل حلوة، محبة كبيرة، عطف ورعاية من قبل الشريك والولاد والأهل والأحبة، بخلوك تتمتع بشعبية ما إلى مثيل. أما العازب، الظروف ناضجة جدا حتى تاخد قرار جريء كخطوبة أو زواج، وممكن كمان تفرح بعتبة بيت جديد. ألف مبروك.
مولود الميزان أسبوع جيد جداً، بيوعي فيك الحماس وبيهتف لك بمبادرات مهمة مع تواجد الشمس والكواكب ببرجك الشمس وعطارد، بالإضافة للمريخ ببرج الجوزاء، بخليك تتمتع بحظوظ وقدرات كبيرة، بتعطيك القدرة على التقدم بخطوات لافتة حتى تنتصر. البداية نهار السبت والأحد مع انتقال القمر للقوس، بخليك تشعر بالحيوية والنشاط وبتسعى وراء أهدافك مهما كانت صعبة. أيام مهمة جداً بيبتسم لك فيها الفلك وبيوعد بالأفضل والكثير من الحظ والربح المالي والمعنوي، بخليك تنجح تنطلق بكل ثقة وبتبلش بفترة من التفوق بشي بخص البيع والشراء، لكن شرطارتك انك ما تغلط، الحظ عم بدور بطريقة مناسبة لأعمالك لدراساتك لامتحاناتك الأكاديمية والجامعية، بخليك تنعم بأجواء ممتازة بتسمح لك بالسفر والتنقل، وبتطلع على فترة مثمرة جدا بحيس بخيم الربح والمكاسب المالية والمعنوية على أجواءك المهنية والشخصية. لكن بالرغم من كل هالأجواء الحلوة، عليك أنك تكون متحفظ جداً مع وصول الأمر للجدي التنين والتلاتة، يومين صعبين، في عنا مربع فلكي مع الشمس مع برجك، هالأمر بيوحي بضغوطات كبيرة، تدخلات بتعرق المساعيك، بتضغط عليك الأمور وبتحس حالك أنك عم بتصارع على كل الاتجاهات، تشعر انك كمان عم بتسابق الوقت، لكن رح تختفي المعاكسات لحظه وصول القمر لبرج الدلو الهوائي الصديق الخميس الاربعاء والخميس، وهون بيكون عندنا نشاطات مهمه، لقاءات، مناسبات سعيده بتتقدم، بتبادر، بتباشر بمشاريع، وبتبقى الاجواء جيده جدا كمان نهار الجمعه مع انتقال القمر للحوت يلي بخلي النشاطات تكثر وبتخليك مليان بالحماسه والنشاط، فتره مهمه، فتره غنيه بتحمل لك جو ايجابي وتغيير بيحصل بحياتك المهنيه والشخصيه. عاطفياً عم بتخوض معارك عاطفية بتتراجع فيها قدام التزام وبتكون في ردات فعلك مضخمة، هالأمر بخلي هالأسبوع صعب جداً للعلاقات الجديدة والمتقلبة، وعلى الأرجح اللي ما رح تدوم طويلاً، وجود الزهرة بمواجهة برجك من العذراء بخلي العواطف تتراجع أو تبرد وبتسبب الغيرة والهواجس، أما العازب إذا بدك تتطرق لمواضيع مهمة أو اتخاذ قرار مصيري كخطوبة أو زواج، حاول إنك تتريس شوي وما تتسرع. مولود العقرب بيبرم دولاب الحظ لصالحك مع بداية هيدا الشهر العاشر، الشهر الهوائي بامتياز الإيجابي والناجح، والخبر الأبرز عودة كوكب الحظ المشتري لبرج الحوت المائي بالقسم الثاني من الشهر حتى يستقر فيه حتى نهاية السنة، يلي بيقدم لك حماس تقدم أمل. البداية كمان مع السبت والأحد تحت تأثير الأمر من برج القوس، يعني حاول إنك تحضر حالك وتستفيد من التأثيرات الرابحة والداعمة بحيث بتلعب بخيالتك دور كبير بنجاحك المهني، ممكن تسافر أو تبحث بسفر أو إنجاز عملية مالية أو استثمارية وقضية بيع وشراء، بتتابع الحظوظ مع وصول الأمر للجدي التنين والتلاتة، بيحمل لك نجاحات ورهانات مهمة وإنجازات كبيرة وحيوية مميزة وأمور مسهلة، ولادة نفسية جديدة، بتحقق أحلامك وبتشيل الأجواء الفلكية عن ظروف مثمرة، بكيفك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والإعجاب، لكن بس بدك تنتبه من نهار الأربعاء والخميس دخول الأمر لمعاكسة برجك للدلو يلي بشكل مثلث فلكي هوائي مع الشمس من برج خصمك الميزان، أيام متقلبة ضغطة نفسيا واجتماعيا، بتشكل الحلقة الأضعف والنقطة الأضعف، بتهدد استقرارك وأوضاعك وبتشير لأزمات وتردد وجمود. ما رح تصير الأمور مثل ما أنت بترغب أو بتتمنى، ممكن تكون واقع تحت تأثيرات ثقيلة وضغطة ومزعجة وحالة من الحيرة والتسرع والخوف. من جديد تتحسن الأمور مع انتقال القمر لبرج الحوت نهار الجمعة، هالأمر بيزيد من إشراقتك وجاذبيتك وبيخليك تشعر بتعاطف وتحسن، وبتسجل خلال هالنهار نقاط كثيرة لصالحك. عاطفياً رح تنفتح عندك دورة عاطفية مهمة وهي الأفضل هيدا الأسبوع، بتعطيك سحر استثنائي بتخليك تأثر القلوب مع وجود الزهرة ببرج العذراء يلي بيسلط الضوء على جمال شخصيتك الجذابة، وبتكون كل التأثيرات الفلكية محركة للعواطف ومشجعة على التلاقي والتعارف، أما العزب بيتحدث كوكب الحب عن خبر سار وسعيد بيتعلق بحياتك الشخصية.
نوصل لمولود القوس يلي عنده أسبوع مهم جدا جدا، كل الكواكب موجودة بمواقع مناسبة لإلك، من برج الميزان الصديق، الشمس وعطارد والمشتري من الحمل، هالأمر بخليك محط الإنذار وتحت الأضواء مهنيا مدعوم من القمر من برجك السبت والأحد. مشان هيك عزيزي القوس حضر حالك حتى تطوي صفحة وتنطلق بانطلاقة كريمة وواعدة بالنجاح، كل متطلباتك مستجابة، فصل جديد عم بتبلشه، بتتقدم تتطور، طموحاتك كبيرة وبتحقق النجاح وبتترقى لموقع أفضل. مشان هيك عليك إنك تكون على قدر المسؤولية، حاول إنك تروح بكل الاتجاهات لأنك أنت بتتمتع بدورة من الحظ ممتازة ممكن تخليك تتلقى مبلغ من المال، بيكون عن طريق مكافأة على عمل أو عرض غير اعتيادي بفوق توقعاتك. مشان هيك كل التأثيرات بتشير إلى النجاح، وخاصة كمان مع وصول الأمر لبرج الجدي يلي بشكل مربع فلكي مع الشمس من برج الميزان، في عندك لقاءات، زيارات، أسفار، دراسات أكاديمية وجامعية ناجحة بتخليك تعيش أجواء حماسية واعدة متفائلة، بتتابع التأثيرات الإيجابية مع دخول الأمر للدلو الأربعاء والخميس، يومين حلوين بخلوك تخوض تجارب جديدة بثقة عالية، وبتكون المؤشر الفلكي الإيجابي والمشجع اللي بيدعمك بالمعنويات والثقة بالنفس، أيام بتفتح قدامك المجال حتى تكون قوي وجريء ومتحمس بمواجهة الأمر الواقع. حاول انك تنهي الاعمال الصعبه قبل ما يوصل الامر للحوت نهار الجمعه، يعني لمواجهه مع برجك بيسبب لك نوعيه وقت ثقيله ضاغطه، حاول انك تبتعد عن الامور الغير واقعيه وما ترد على التحدي باستفزاز كبير، ضبط اعصابك وهذا بيكون الامر لمصلحتك حتى ما تتازم الامور، وحاول انك تتنازل شوي. عاطفيا بعدك عم تشعر ببعض الفراغ العاطفي، مزعوج من الاوضاع العائليه المتازمه والغير مستقره مع الشريك، ما تبحث عن المشاكل وما تتسرع بكلمه او انفعال تحت تاثير كوكب الحب المعاكس لبرجك من العذراء يلي بيولد جو من المواجهات والصراعات، حاول انك تخفف التساؤلات والملاحظات. اما العازب اذا كانت العلاقه متقلبه ممكن تعاني من تراجع كبير وممكن نوصل للانفصال لا سمح الله. مولود الجدي عنده أسبوع لا بأس فيه، بس حاول إنك تتمالك أعصابك ببداية هالأسبوع وتقدم أفضل ما عندك من كفاءة، وانتبه من بعض التشويش والغموض خاصة السبت والأحد تحت تأثير القمر من برج القوس المواجه لبرجك، والكواكب مجتمعة ببرج الميزان كمان المواجهة لبرجك، يعني حركة فلكية نحو تصعيد بتستهدفك بشكل مباشر. حاول إنك تضاعف الحذر والانتباه، كل هالمواقع الفلكية بتتسلط فيها الأمور وبتتمحور حول حياتك المهنية والشخصية، ممكن يصعب عليك اعتماد الموضوعية والعقلانية، انتبه من المشاعر والانفعالات السلبية وابتعد عن مواجهة وإثارة الخصومات. تتحسن الأوضاع مع وصول الأمر لبرجك الاثنين والثلاثة، بيكون عندنا مربع فلكي مع الشمس من برج الميزان، بتتسهل الأمور والاتصالات والمعاملات والأمور الأكاديمية والمدرسية، بتتلقى إشارات النجاح وبيكون الوقت مناسب جدا لتحسين وترتيب العلاقات وكل أنواع الأبحاث والتحريات، بتكون المستفيد الأول من هالتأثيرات الحلوة، بترتاح وبتطل على مرحلة بتحمل كل الدعم المالي والمعنوي، كمان عندك رح تشعر بالارتياح مع انتقال الأمر لبرج الدلو الأربعاء والخميس، بتتحول الأمور لصالحك، بتبرز مواهبك، بتشرق بجاذبية كبيرة، وكمان بتبشر هالمرحلة بترقية أو تقدم أو نجاح، أيام حلوة كتير فيها طمأنينة أخبار سارة بتخليك تعود عن الكتير الكتير. ننهي الأسبوع مع نهار الجمعة وصول الأمر لبرج الحوت، بخليك تعيش عطلة أسبوع مثمرة مميزة مليانة بالطاقة الإيجابية النشيطة، بتقوى حظوظك، بتشتد وبتحقق أمنياتك وبتتفاعل معك الأحداث بطريقة إيجابية، بتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك. عاطفيا بيحمل لك هالاسبوع اجواء حلوه سعيده، مناخات راقيه، بتمارس سحرك وبتسمع كلمات الاعجاب وبتغوي القلوب تحت تاثير كوكب الزهره يلي بعده عم بيتنقل ببرج العذراء الترابي الصديق يلي بيغمر حياتك بالعاطفه والعذوبه والرومانسيه. اما العازب رح يعيش حب وانفعالات وفرحه وبيقدر يمارس جاذبيه بثقه عاليه، بيأسر القلوب بحضوره وحديثه وانفتاحه. مولود الدلو رح تكتر الأحلام مع بداية هيدا الشهر العاشر يلي بخليك بالطليعة بين الأبراج، بحيث بيحمل لك أفق حلوة، مفاجآت وهدايا وانطلاقة هوائية بامتياز مع تواجد الشمس وعطارد بالميزان، المريخ بالجوزاء، المشتري بالحمل، يعني مرحلة مصيرية واعدة ومهمة جدا تحمل معها
انفراجات متتالية. البداية السبت والأحد وجود القمر ببرج القوس بخليك تنفتح قدامك أبواب النجاح والتطور والانتشار، وبتعيش أجواء حلمة ووعدة بالربح والتقدم، لكن بدك تكون حذر جدا. تنين والتلاتة مع وصول القمر لمواجهة برجك من الجدي، وبتدخل بمعادلات فلكية صعبة بتزيد فيها التحديات. تكون متنبه لأنك عم تمرق بظروف صعبة ما بتنحسد عليها، فيها خليط من المعاكسات يلي بتفرض عليك إنك تكون هادي ورايق. الأجواء فلكية متقلبة، فيها مشاكل ومصاعب، لكن تكون ذكي حتى ما توقع بالفخ، لأنك عم بتعيش بدوامة من الانفعالات والقلق والمعاكسات. حافظ على هدوء أعصابك حتى تتخطى التوتر بسلام. بتتحسن الظروف وبترجع بتستريح مع وصول القمر لبرجك يومي الأربعاء والخميس ونجمك، وبتدخل بمرحلة من الاستحقاقات الجيدة بتكسر فيها فرص النجاح، بتخليك تفرح بلقاءات فكرية وثقافية ونقاشات غنية، انفتاح قدرة على التفاهم مع وجوه جديدة، بتحتفل بإنجازات كبيرة وانتصارات. كمان بتختم الأسبوع مع انتقال القمر للحوت للبيت الثاني بيت المال، هالأمر بيخليك تناقش مواضيع مالية، تمويل، قرض، أو ممكن تحصل على تسوية بتحلم فيها. توقع إنك تسمع أخبار مفرحة جدا. عاطفيا بيحمي كوكب الزهرة من العذراء، وبيوعدك بالأفضل عائليا وعاطفيا، بيشحنك بالمعنويات المرتفعة، وبيتحدث عن شيء جديد بحياتك الشخصية، بيبتسم لك الحب، وبتنطلق نحو آفاق مختلفة، أو بتطلع على مرحلة جديدة أكثر وضوحا. أما العازب رح يعيش حياة اجتماعية مسلية واحتفالات، بيطلع على فترة عاطفية وعائلية أكثر وعدا. اختم مع مولود الحوت يلي عنده اسبوع لا بأس فيه، بيحمل لك احداث مفاجئه بتحدى قدراتك على المواجهه، بالاخص السبت والاحد مع وجود القمر بالقوس، يومين معاكسين بخليك تتسارع فيهم التاثيرات الفلكيه، وبتحاصرك بالعرائيل والحوادث السخيفه اذا ما انتبهت لسلامتك. تتبدل الاوضاع مع وصول القمر للجدي يومي الاثنين والثلاثة، ايام حلوه بتعطيك دعم حتى تحقق امالك وتتخلص من الهوة يلي انت موجود فيها، وحتى كمان ترد الامور لنصابها. هالامر بخليك تقطف ثمار جهودك السابقه، وبتحصل على اللي بتريده، في جايزه، في ربح او مكسب مالي ومعنوي. من الممكن انك تقوم باستثمارات وعده جدا، لكن بالرغم من كل هالتطورات الحلوه عليك انك تراقب كل شيء عم بيدور حولك من تطلعات مختلفه، خلافات، تناقضات. انتبه لمواعيدك خاصة الأربعاء والخميس مع وصول القمر للدلو لمواجهة مع برجك، فما عليك إلا أنك تلتقط المعلومات الصحيحة بعيدا عن الالتباسات والمشاكل، وانتبه ودقق أكثر بالتفاصيل، وما تعقد الأمور وما تقدم على أي تصرف ممكن تندم عليه. تتبدل الظروف 100% لصالحك مع وصول القمر لبرجك نهار الجمعة، وبتختم الأسبوع بطريقة واعدة جدا، وبتصادف فيها النجاح بأعمالك، وممكن تقوم برحلة أو تتلقى خبر صار بيتعلق بشؤون مالية مدرسية أو تسوية بالنزاعات بالوقت المناسب. يعني بتكتمل الفرحة، بتتوضح صورة، وبتفرح بالأخبار السارة، وبتسجل تطورات مهمة لصالحك بهالنهار المميز يلي بخليك تقوم بخيارات منطقية وسليمة، وممكن تعقد عقد مالي بيتعلق بمشروع كبير. ألف مبروك. عاطفيا بدك تنتبه، يعني باختصار حياتك الشخصية معرضة لبعض الإشكالات بهالأسبوع المتقلب يلي بتكتر فيه الضغوط المتنوعة اللي بسبب لك إياها كوكب الزهرة المعاكس لبرجك من العذراء. مشان هيك حاول انك تنسق منيح بين الواجبات، وتحدد الأولويات، وتعتمد الليونة حتى ما توصل للقطيعة. أما العازب ما تطلب المستحيل، كن متعقل، الظروف معقدة وصعبة.